السلام عليكم شباب، رجعت لكم بحلقة جديدة. طبعا دوم ستوديو يا شباب نزل حلقة 39 بارت 1. مثل ما انتم شايفين في حلقة قبلها حلقة جانبية، زين راح نشوفها معاكم على طول بعدين بندخل على الحلقة 39 ومنحللها ان شاء الله. وللمعلومية يا شباب، قبل 8 ساعات نزلت حلقة هاف لايف، وايضا بعد الحلقة هذه اللي قاعدين تشوفوها الان في ردة فعلي تبع دوم ستوديو، ابغاك تعد من الواحد الى المئة، من الواحد الى المئة، وراح انزل حلقة جديدة مرة مميزة عن هذه اللعبة يا شباب. دي اللعبة مرة اسطورية، صورت فيها مع خسوت. الان نزل لها المطور DLC جديد، وفي احداث جديدة ونهايات يا شباب. فعد من الواحد الى المئة وراح انزل حلقة جديدة عن البو هذا يا شباب. اذا انت جديد اشترك في القناة وتأكد انك مفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وادعس لايك في هذا المقطع، وخلونا نروح الى اوكي خلينا نشوف الحلقة السرية هذه. ما ادري حلقة خاصة، هذه حلقة خاصة يا شباب. اوكي فلاش باك يا شباب، مالتيفيرس تايم لاين 1. وال هذه يا شباب حاجات قديمة، حاجات جانبية العالم. وال تايتنز هنا كلهم واجهوه. You were supposed to buy more time. اوه يا شباب، التايتن تي في مان يقول لهم كان من المفترض انكم ما تكونوا موجودين في هذه اللحظة، يعني مو الحين، كان يقول لهم عصب عليهم. What? وال اقول لا، سلاحه تعطل ولعت. هذا شفناه هذا من قبل. What? ديم سلاح قوي حقك صاير. وال لا هذا جاء، هلا والله كلهم التايتنز هني. دايم من بلع وال 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 وال. لا قطع يا دي، او ماي جاد قرطعه. أو هذول الحين في الساعة، هذول الحين هم في الساعة يا شباب اللي زوم عليها دوم ستوديو، قاعدين يعالجوا اللارج كاميرا اللي هو اللارج قاعدين يعالجوا اللارج كلوك مان. لا ما تكفي. وال اقعد. وات ديم يا شباب، سحب طاقة من الأرض وهذا يعطي زيادة، لازم يرجعوه للحياة يا شباب. في طاقة تحت يقدر يتحكم فيها الشيف هذا. وات او ماي جاد، كلهم ماتوا بس هو عاش. وات وات، بصير شي كأنه زلزال. وال 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 اوكي. وال طفاها، ماي جاد طفاها. هذا دليل ان في مكان سري تحت في الارض. سمعتوا صوت الساعة تن تن، كان باقي شوي ويمكن يصحى وحش او شيء. اوكي على وشك، على وشك كان بس انقذه. كلهم ماتوا الا هو عاش، مو فاهم وش السالفة هو.
مستغرب. تيم هذا بعده قطع. We can't stay here. ما نقدر نقعد هنا. هروب ادوها. والله قوي ذا. ايوه واو اختفى راح عالم ثاني. زين الان يا شباب شفتوا الحلقه ذيك اللي قبل؟ هي حلقه خاصه رقم 3. فالحلقات الخاصه دوم ستوديو ومخلينها سلسله كذا لحالها. الان الحلقه الاصليه الاساسيه 39 بارت 1. خلونا نبدا. لايك يا شباب. لحظه اوكي. بول 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 بول. وات ديم والله قوي حد. حركه قويه ذي. ولا طالع التايتن دريلمان. موت عاد موت. لا اخي ده صاير قوي ده. ايوه ووو حلوه. واو وات سبيكرات كان هذي. خلاص بيقطون عليه. والله على الحركة السبيكرات. افتح بوزة. ليش مخلين دس؟ وش سالفة الزعيم ده؟ قوي حتى صاير. معصبين حدهم. هدي 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 هدي. شيل يدك مفوح. وات وول من هو ده؟ ويلي اللي فرزنت ايفل وجهه. الزعيم اللي فرزنت ايفل. سحابه والله ده قوي ده. ولا عنده زرع بعد. لا بالله راح فيها. والله بروح فيها بيموت بيموت. اذا ما يجي احد ينقذه بيموت. والله طال وحبه. او ماي جاد. اي كامل قوتك يلا. قوي ده قوي ده الزعيم. وات لا سحبه. او ماي جاد. لا بالله رحنا فيها. والله رحنا فيها. ايوه السبيكرات ما ياثر في شيء. هاي ما يأثر في شيء. بل قوم انقذه. مو قادر ده خلاص. شوف حل. ما بيموت. بل اي نعم شوفوا حل. شوفوا حل هذا اللي يتحكم فيه قاعد.
ما يقدر نساعده. بول ما يقدر يساعده ستيف. الان او لازم نسوي عملية انتقال يا الحين او ابدا. لا وات سمعت دي. ايوه تعالي تعالوا. وات اتطور الدريل تايتن دريل من يا شباب قاعد يتطور. دام والله جاب ابوكس كلهم كلهم بيجوا الحين. او ماي جاد ول 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 وال وال صراحة والله حلقة اسطورية. عجبتني البوكس بوم البوكس رهيب. الآن يا شباب مثل ما انتوا شايفين التايتن دريلمان هذا ترى هو كان من زمان يقدر يطور من نفسه، لكن خلينا نقول ينتظر اللحظة المناسبة، اللحظة اللي هو يكون فيها على ضعف، لأن كان جدا الوضع سيء لما نزل هذا من المكان. قال له لازم الآن تتصرف يا الحين أو أبدا. فالطاقة هذه أو لحظة التطور هذه ترى يعني يا حياة أو موت، يا يعني أنه يطور نفسه أو أنه يموت، لأن الوحش هذا أو الزعيم هذا اللي قاعدين يقابلوه واضح أنه كان بيقضى عليهم ترى مو قادرين. فهو سوى عملية الترانسفورميشن في وقت مناسب، وزي اللي كان تحول يا شباب إلى إلى تنين. شوفوا جناحه، جناح تنين. وطبعا أول ما هو تحول تحسه زي اللي كأنه معرف يمشي، لأن التطور هذا جديد عليه. وأتوقع خلاص يا شباب بعد الشيء اللي هو سواه يمكن ما يقدر يرجع، ترى ما يقدر يرجع إلى حجمه الطبيعي. فهو الآن بظل متوحش، ويمكن هذه نقطة ضعف في حالات معينة مع التايتنز اللي بيكونوا معاه يا شباب. يمكن يكون في شيء، يمكن هو ما طور نفسه في هذه اللحظة لأنه يمكن هو يسبب ضرر إلى الحلفاء بطريقة ما. يمكن هو ما يقدر يسيطر على غضبه يا شباب، لأن لو لاحظتوا ترى التايتن دريلمان من النوع اللي كده يعصب، لأن لو تلاحظوا كان يضرب على رأسه يقول له هدي هدي. طبعا أول ضربة هو سواها التايتن دريلمان هو الضربة الأسطورية هذه، البوكس الأسطوري زحفه، بس ما مات يا شباب. ها بس قدر يفاسحه يا شباب عن التايتن لأنه كان بيقتله بعد. طبعا حتى التايتن دريل وومن والتايتن سمعوا الصوت، حسوا ان وش صاير. عموما يا شباب هذه كانت الحلقة، بصراحة حلقة مميزة جميلة اكشنية، ما فيها اسرار ما فيها اشياء غامضة، بس اكشن وانا مرة استمتعت فيها بصراحة. ادعس لايك الان، وطبعا بعد ما تنتهي من هذا المقطع لا تنسى تشاهد بو، لان اكيد الحلقة الان نزلت وانت قاعد تشاهد هذه الحلقة. واي حلقة من الحلقات هذا الاسبوع راحت عليك شيك شيك، شوف وش الاشياء اللي راحت عليك. هاف لايف اللعبة الجديدة تبع مطوري لعبة غارتن اوف بامبان الاونلاين، هل شفتها؟ هل شفت هذه اللعبة الضحك؟ هل شفت روبلوكس؟ هل شفت جراني؟ هل شفت فناف؟ انك تطلع على القناة وتشوف المحتوى. دعس لايك الان فعل جرس التنبيهات، ومع السلامة.